شحال واحد فينا بغى شي حاجه من الاعماق ديال قلبه وتشبت فيها بيديه وبرجليه، وربي غادي يسخر ليه تقريبا كل شيء حتى الدقيقه الاخيره باش يوصل لديك الحاجه. وهنا بوم، كانه ما كان والو، كان تصدمو، وهذا امر اللي هو طبيعي، وكان بكي وكان تمردو. وعلاش ربي؟ وقليل جدا فينا اللي كيثبتوا ربي في ديك اللحظه، ولكن هيهات هيهات على عوض مولانا فاش تنزلوا على العبد الصبور واللي كيثق فيه. حكايه الليله مقسمه لجزئين لانها طويله، ولكن راه من اقرب القصص على قلبي اللي تحمست صراحه امتى نعاودها لكم، وكان وعدكم باللي انكم ما غاديش تندموا حيتاش غادي تسمعوها وغادي تعطيكم الامل والثقه في ربي. ما تمشيو فين وبقاو معايا. سلام سلام، مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي ليكم، ومرحبا بكم مع المؤنسة ديالكم كيف العادة أينما كنتم. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير، أموركم هانية، أحوالكم طيبة. إذا كنت جديد على قناة نقول لكم مرحبا بك، وإذا كنت من أهل الدار الدار دار. بالنسبة للناس اللي صيفطوا لي الحكاية ديالهم في الواتساب، بغيت غير نقول لكم صبروا معايا واحد شوية، راني ما ناسياكمش لأنه يدي بوحدي. والناس اللي صيفطوا لي في الإيميل وصيفطوا لي حتى في الكونت إنستغرام تاع هذه حكايتي تاع هذا البرنامج، تنتوما صبروا معايا، راني ماشي كل نهار ولا كل يومين كنطل داكشي باش غير غادي نسالي داكشي اللي عندي في الواتساب وغادي ندوز لكم. وبالنسبه للناس اللي بغاو يشاركوني الحكايات ديالهم وما عارفينش كيفاش، انا كنقول لك اذا كانت عندك حكايه ملهمه فيها عبره الناس اللي غادي يتفرجوا فيها او اللي غادي يسمعوها، فتواصلوا معايا على انستغرامي هذه حكايتي او الايميل ديالي اللي هو هذا. وشكرا على الثقه ديالكم، وما تنسوش انكم تهبطوا لتحت وتضغطوا على زر الاعجاب اللي ما تيكلفكم حتى شي مجهود، ونقول لكم بسم الله لنبدا. انا صوفيا تزاديت وسط عائلة اللي لاباس بها ومتدينة، حنا بينا زوج دراري وزوج ديال البنات، الأب ديالي كان على قد الحال وماما ربات بيت. في ذيك الوقت أنا ذاك عماماتي كانوا مسيرين ماديا وحنا كنا غير في الديور ديال الكرة، ولكن الحمد لله كان طفولتي نوعا ما زوينة، كنت كنحاول أنني نقرا باش نجي من الأوائل. الأب ديالي هو الوحيد اللي كان خلف هاد العائلة اللي كان قاسح مع كان خدام مع الدوله في واحد الخدمه اللي كانت شديده، كان معنا ممنوع الدخيل، ممنوع الخريج، ممنوع الصحابات من الدار للقرايه ومن القرايه للدار، فين غدا فين جايه داكشي كان عندي بالتوقيت. بديت كنميل لعماماتي اللي كنت كنمشي لعندهم حيت كنلقى فين نفوج وكنخرج ديك الطاقه السلبيه. عماماتي انا ذاك كانوا كيستغلوني فاش كنت كنمشي لعندهم باش نخمل ليهم ونشقى ليهم ونعاونهم، وهما بالنسبه ليهم راك بنت خونا بزز منك تعاونينا. فعلا كنت كنخمل وكنسيق وكنهز السدادر وكنكحز الثلاجه وكنمسح وما مسوقاش لصحتي وهانيه. هما كانوا في المقابل صراحه مهليين فيا. كانت عندي واحد عمتي في الخارج كانت كتصيفط لي الحوايج وغير الماركات، لدرجه فاش كنمشي كنقرا الاساتذه كيسولوا ماما بنتك منين كتجيبوا ليها هاد الحوايج وشكون تيشريهم ليها. المهم في مرحله الطفوله واحد عمتي غادي تمشي للخارج وغادي تخلي لنا الدار نمشيو نعيشوا فيها مع واحد عمتي وحده اخرى. واحد شويه غادي يبداو كيكثروا المشاكل لانه الاب ديالي عصبي بزاف ومعا كان كيدخن في رمضان كان كيتعصب وكيبدا كيهرس. عمتي الثانيه اللي ما كانش كيعجبها الحال كتقول لبابا علاش كتهرس وحشوم عليك وهاد الدراري كيشوفوا حالتك كي دايره. انا تنكبر او بالاحرى حنا الخوت كنكبروا وتنشوفوا في هاد المناظر والنفسيه غادي وكتازم. كنشوفوا ماما كتاكل العصا وكل شيء كيتهرس، وفي رمضان اذا وجدنا الطبله وقبل المدن اذا غير تقشيره ما لقيناهاش ليه تيقلب علينا ديك الطبله كامله، وكنطلعوا للسطح كنبداو كنبكيو وكنصدقوا ما فاطرينش، وهو تيضرب في الباب وكيصدق يخرج. حنا النوع اللي في الاعياد الدينيه والوطنيه ديما صداع والمشاكل، اذا هو فكانتو راه ما يخلي ما يجيب يديه متقوبه، لدرجه انه دارنا ما درناهاش لانه اللي شدها كيجيب بها اللي بغينا، ولاني غير هو كيتعصب ما كيبقى يعقل على حتى شي حد فينا، وكينوض كيهرس لدرجه انه العراسات ما كناش كنمشيو ليهم ولا حتى كنسافروا وكنا مضغوطين بزاف. في السادس ابتدائي ديالي باقا كنعقل غادي ندير الحجاب، كنت شفت واحد الصديقه ديالي دارته وحتى انا غادي نوض نديرو. مشيت عند عمتي اللي كانت ساكنه معانا وقلت لها راه بغيت ندير الحجاب، قالت لي اذا درتيها صوفيا راه خصك ديري على حقو وطريقو. وانا داك السن مازال ما كنتش عارفه الامور مزيان، فبدات كتنوضني الفجر وكديني للجامع وانا ما فياش وما قداش النوض، وكتقول لي لا خاصك تقراي كتب السنه النبويه. وانا في داك الوقت كان كيجيني داكشي صعيب بزاف وثقيل حيت جا داكشي خطره وحده وتفرض عليا. فمن ديك الوقيته فبقيت شاده معها الصلاه في الاوقات ديالها وكتقول لي شنو خصك ديري وشنو خصك ديري. والحمد لله في ديك الفتره غادي نتبع طريق ديال مولانا وبديت كنعرف بزاف ديال الحوايج. من بعد غادي تعيط لنا عمتي وتطلب منا اننا نخرجوا من الدار لانه غادي تجي تستقر في المغرب،
فمشينا كرينا بوحدنا وانا بديت كنكبر. شويه وصلت البكالوريا وانا ذاك ما كانش عندي تليفون، كان عندي واحد عمي في الخارج اللي طلبتها منه كيصيفطها ليا، ولا بغيت قدا وقدا ديال الفلوس وكيصيفطهم ليا، بغيت بيسي صيفطو ليا، بغيت تليفون حتى هو غادي يصيفطو ليا وما غاديش نفرح به. ديك العشيه غادي تصوني عليا صاحبتي ومع بابا كان منوي بزاف غادي يخطف ليا داك التليفون ويبقى عليا شكون هاد صاحبتك؟ لا راه بغات غير تسول فيا بابا. مع انا ذاك يلاه صيفطو ليا عمي وهو يقول ليا تليفون لا ممنوع، لا غد ليه مشابعو. بابا كانت في طبيعه من زمان انه اذا شاف عندك شي حاجه جديده كتوصل وقت السوق كيهزها وكيمشي بيها. البيسي اللي شرا لي عمي مازال حتى ما فرحت به، كنت نقرا به ونجي من الاوائل واخا كنت انا ذاك نفسيتي صعيبه لانه كانت كتبقى فيا ماما بزاف، وكنت نقول خاصني نقرا باش انني نعوض لماما بزاف ديال الحوايج، ومع ذلك كنت نقرا بلا سوايع اضافيه. المهم حيدي التليفون وما توفقتش في عامي الاول من الباك حيتاش كان مع بابا نفس الموال ديما كيتعصب وكيهز ليا كتبي وكيرميهم، وما على بالوش انه نفسيتنا حنا ولادو راه كتهرس، داكشي باش ما قدرتش انني ناخذ الباك ديالي حتى العام الثاني. وغادي ندير ديبلوم في لانفورماتيك لمده عامين، وطلعت نقرا وانا مازال ما عنديش تليفون. واحد النهار بان لي واحد التليفون كيتباع وقلت ضروري نشري بالتخبيه والبالعلم ديال ماما غادي ناخذو، حيت ماما وسط هادشي كله هي الصديقه ديالي كتنصحني وكتقول لي اش ديري وشنو ما ديريش، وكنت نحكي ليها حتى انا على كل شيء لانه ما كانش عندي صديقه اللي نثق فيها من غيرها. المهم غادي ندير التليفون بالتخبيه وبديت كنهضر مع العائله وهما عارفين بلي انه بابا صعيب وبلي ما فراسوش القصه ديال التليفون. انا داك الحاجه الزوينه اللي كانت فيا هي انني كنت بعيده على الطريق ديال العلاقات والتصاحب. ما نكذبش عليكم كنت نشوف دراري تيعجبوني وبحال اي بنت، ولاني بيني وبين راسي ما كنتش نقدر نقولها ليه في وجهه ولا نتجرأ نمشي لعندو، ولا حيت عارفه بلي انه بابا صعيب، ومن غير هادشي كنت شاده الطريق ديال مولانا منين وانا صغيره، وكنت نميز ما بين الحلال وما بين الحرام وتنقول لا ما خصنيش الخون العهد ديال ماما، حيت ديما كانت كتوصيني حدي راسك بنتي وراه غادي يجروك غير للطريق للتهلكه، وباباك راه صعيبه بنتي غادي يشدك ويقتلك وهادي وهادي. المهم واحد النهار غادي ناخذ الدبلوم ديالي بميزه مستحسن، وكان عندي امل انني نلقى خدمه. خرجت بديك الروح نتاع غادي نلقى شي حاجه حتى انا بحال اي بنت، ولكن والو كان صعيب نلقاها في المدينه فين انا تنسكن لانه ما فيهاش شركات والشعبه اللي درت ما مطلوباش في ديك الجهه نهائيا. وانا وسط التقلاب غادي تجي عندي واحد صاحبتي وقالت لي راه واحد الصديق ديالي تنعرفو عندهم كتابه وبغى شي وحده تكون جيرونت ليها من اولها لاخرها. اييه صافي واخا مرحبا. بقيت خدامه في ديك المكتبه وداك السيد عجبو الحال بخدمتي ولقاني ثقه لدرجه انني وليت كنخدم من 7 ديال الصباح حتى 12 ديال الليل، وبقوه ما الكليان كانوا كيقولوا ليه راه ديك السيد الله يعمرها سلعه وكتخدم مزيان، فبدا كيستغلني وكان تيعطيني 1000 درهم في الشهر في الدخول المدرسي، وفاش ما تيكونش الدخول المدرسي كان تيعطيني ما بين 700-800 درهم مره مره. وديك الوقيته ما كانت كدير لي حتى شي حاله، علاش؟ حيتاش كنت كنشدها من هنا وكنحطها في الكرا كنعاون بابا بها، حيتاش لما خرج من خدمته مع الدوله غادي يخدم في واحد القهوه. المهم بقى داك السيد تيستغلني وغادي يشدني بومزوي وغادي يجيني فقر الدم، حيتاش ما بقيتش كنعس مزيان وليت كنشرك الليل مع النهار، مع كنت كنخدم حتى في ايام الصيف وكان عندي ضغط رهيب ما خصنيش نحبس من الخدمه. من بعد وانا في الفيسبوك غادي تجيني واحد طلب الصداقه من عند واحد الدري، قبلت ودخلت عندي داك الدري، سلام كي دايره لاباس عليك بخير، وهذه غادي تكون اول مره فيها غادي نهضر مع شي واحد او لا شي ذكر. بدينا تنهضروا، من بعد قال لي انا راني باغي نتزوج، راني شفت التصويره ديالك بنت الناس وعجبتيني وبغيتك للحلال. في ديك اللحظه انا ما سيقش حيتاش جاني هذا الامر غريب، كيفاش صوفيا غادي يدخل ليك بهذه الدخله وهو ما عمره اصلا حتى ما شافك؟ فبديت كنهضر معاه في الفيسبوك وكل مره كنهضر معاه غير شويه حتى غادي يقول لي واش ممكن نتلاقاو، قلت ماشي مشكل. وهذا الشيء كامل كنت كنعاودو لماما، هي اللي كانت كتقول لي حضي راسك وعندك اللي يشوفك باباك، كوني هانيه ماما انا اصلا غادي نمشي نجلس معاه في شي بلاصه اللي هي محترمه وعامه ديال العائلات وما غاديش نفوت معاه نص ساعه. تلاقيت به ما عجبنيش الشكل ديالو غير 50% وصف، ولقيتو ولد الناس وخدام مع الدوله وخدام في بنكه بصالير اللي كان مزيان. قال لي صراحه صوفيان تعجبتيني وبغيت نجيب دارنا ونجيو نخطبوك، واخا ان شاء الله خلي لي واحد المهله غير نتعرف فيها عليك اكثر واذا توافقنا الله يسخر. ما كملناش شهرين وهو يقول لي غادي نصيفط الام ديالي انها تجي للام ديالك باش انا نشوفو فوقاش نديرو الخطوبه رسميا. قلت ليه واخا، وباش تجي الام ديالو كيفاش غادي نديرو باش نخرجو بابا من الدار، حيتاش اذا عرف غادي يبقى عليا منين عرفتيه فين دويتي معاه، واذا عرف عندي التليفون
هو انا ذاك ما كانش على باله. فواحد النهار كان خدام بابا وصونيت لهذا الشاب، قلت ليه قول الام ديالك تجي هذه العشيه. فعلا جات، استقبلتها ماما عجبها الحال وقالت لنا غادي نجيو باش انا نخدمو من هنا للقصه الفلانيه. ملي ماما فاش بغات تقولها لبابا لقات مشكل كبير. نهار كامل ديال ديك الليله وانا تنقرا في القران وكنقول الادعيه غير باش ما يقول وما ينوضش يقرباله، هضرت مع ماما وداكشي اللي توقعت هو اللي كان. وملي تعرفت عليه وفين شافها، واش بعدا هو خدام واش عنده الدار او ديرها غير تبعها، وقال ليها فين داركم، راني بغيت نجيب الوالده وعلاش توقف معاها اصلا، راه عندك بنت اخويا في السن ديال الزواج. وانا داك كان في عمري 21 22 سنه. جا داك النهار باش انهم يخطبوني، جلسوا وجا دخل بابا وقال ليه بنتي اذا تزوجتيها فين غادي تسكنها؟ قال لي غادي تسكن مع دارنا. قال لي لا خويا، بنتي ماشي كبرتها وقريتها وتحطها مع داركم، اذا بغيتي شري لها الدار ديالها. داك السيد بقى ساكت وقال لي ما يكون غير خاطرك يا عمي. هاد الشاب كان واحد الانسان اللي هو كامل مكمول، مخلق مؤدب ودير الحياة ديال الوقار، وعمره ما قلل عليا الحياة، كانت علاقتنا نقية ونية. لغد لي غادي يهضر معايا وقال لي راه الاب ديالك عنده الصح، انا غادي نمشي ناخذ كريدي وغناخذ البارطما اللي تعجبك، ما يكون غير خاطرك، غير حنا ناخذوها غادي نديروا العقد. وانا فرحانه ما قداني فرحه، ودوك لقيتها غير تنحلم وفرحانه حيتاش غادي نتزوج ونبعد من ديك العلاقه السامه تاع بابا والمشاكل ورمضان اللي كيدوز كله بالخلعه. انا رمضان الله يسمح ليا غير الناس، غير كنسمعوا جاي ما كيعجبنيش الحال، لانه تيكون فيه الصداع والمشاكل والغوات والبكاء، حيتاش كل نهار بابا فيه معصب. كنت فرحانه واخيرا غادي نتهنى واخيرا غادي نتزوج واخيرا غادي ندير داري وغادي نرتاح وما يبقاش فيا هذا القولون العصبي اللي معذبني اللي جاني بسبب الخلعه. وبديت كنبني احلام اللي هي كبيره. بقينا مستمرين حتى غادي يجي عندي واحد النهار هذا الخطيب ديالي للبلاصه فين تنخدم وقال لي صوفيا غادي تحبسي الخدمه. علاش؟ منين غادي نديروا العقد غادي توقفي من الخدمه وما يخصك معايا حتى شي خير. انا راني تعذبت فلان بزاف باش انني نصرف على ماما، ودابا عاد عندي امل انني ندفع الدبلومات، بقى عليا لا مال. وانا كان الحلم ديالي انني نتزوج بواحد الراجل اللي يخليني نخدم. منين شفت بحال هكاك قلت صافي يا صوفيا ماشي مشكل، وتخليت على هذا الحلم. علما انه في السجود ديالي ديما كنت كنطلب الله انه يرزقني بزوج اللي هو متدين، حيتاش كبرت من صغري وانا كنعرف بزاف ديال الامور في الدين، وكنت نحفظ القران على يد واحد الفقيه كيلبس جلابه وتقاشر، وكنت كندعي الله يا ربي يرزقني شي انسان بحال هكا ونقرا القران مجموعين وتكون دارنا فيها الذكر ديال مولانا. فجاني هذا السيد ولقيت فيه هذا الشيء كله، فرحت وقلت ليه صافي واخا ماشي مشكل، وما قلتهاش لماما، زعما ما نقولش لها الشرط اللي شرط عليا. من بعد 4 ايام عيط ليا يلا صوفيا نمشيو نختاروا الدار. بدينا كنختاروا حتى غادي نطيحوا في ديك اللي تمنيت اللي بغيتها اللي كانت في الكاتريام، وربي سهل فيها وعطاو الكريدي، مع العلم انني كنت عارفه باللي انه الكريدي كان حرام، حيتاش الاب ديالي شحال مره تعرض عليه باش انه يشري الدار، وكان كيقول لينا الربا راه حرام وفضل الجور ديال الكرا. كنت عارفه انا هاد القضيه، وكنت عارفه اللي يدخل فيها تيدخل في حرب مع الله، وقلت للضروره احكام. بابا بزز عليه لو كان ما جبروش نقدروا كاع ما نتزوجوش، المهم غير هاد الدار غادي نشريوها وغادي نبداو في حرب من جديد. جا خطبني هو وحماته وجابوا معاهم العشاء وما خلات ما جابت لي في الهدايا. وانا ديك الليله قبل ما يجيو كنت نسيق، جا بابا طلع في الدروج عطاني واحد الضربه حتى قفزت. ياك ما يصحاب لك الوزير اللي جاي عندنا، ما عرفتش شنو السبب اللي خلاه يقول هكا، واش غيره ولا ما عرفتش. هذيك المده بالضبط كنا مدابزين مع عماتي لانهم كانت فيهم طبيعه خايبه، شي تيهضر في شي وكيلاقي اسلوب كما بين العائلات وكينوضوا المشاكل، وحنا باش نتفاداو هذا الشيء بعدنا عليهم، يعني معولين اننا ما نعيطوش عليهم. وتا في العين ديال بابا وتا هو متفق في هذا الامر. جاو الناس دخلوا رحبت بهم ماما، وبابا حلف لا خلاني انني نخرج عندهم حتى للربع الساعه الاخيره باش نقطعوا الكاطو قراو الفاتحه وحددوا من هنا لشهر غادي نديروا العرس. وخرجت بقيت كنقول ماشي مشكل غادي نتزوج وغادي نتهنى من هذا الشيء كله. كلشي مشى فحالو، هزيت الهدايا ديالي دفعت الثوابات للخياط وانا فرحانه. جا عيد ميلاد ديالي وما على باليش بلي انا وحماتي دايره ليا مفاجاه، حتى جابت لي طاطا قداشنا هي للدار مع واحد الهديه. انا صورت هادشي وحطيته عندي في الفيسبوك ستوري، شافو عماماتي بقاو عليا ياك ما عرضتيناش، لا راني ما درت والو غير حماتي اللي فاجاتني وصافي، لا راكي كتكذبي علينا وحنا اللي ربيناك وكبرناك وعقلي عليها، والله لا فرحتي في هاد الزواج.
انا ما ديت ما جبت في هذا الكلام، قلتها لماما. قالت لي الله يعطيك الصحه صوفيا، اعطيهم اتساع، بعديهم عليك، عزيز عليك المشاكل، ما تبقيت تشاركي والو في الحياه الشخصيه ديالك. صافي دازت المده، حتى غادي يجي نهار ديال الجمعه، النهار ديال العقد ديالي اللي غادي نلبس فيه جلابه بيضاء مع واحد الشال ديالها، وكنتسناو بابا يجي باش انا نمشيو عند العدول. جا الخطيب ديالي وراجل مو، حيت با كان ميت ومو خوه، وجاو باش انا نمشيو نديرو العقد. بقينا كنتسناو في بابا، كنتسناو وهو ما كاينش، كنصونيو ليه والو، تليفونو طافي. انا شدتني الخلعه، فين يكون زعما مشى؟ هو عارف بلي انا وهاد النهار راه النهار ديالي. تنصونيو والو، خطيبي تيصوني والو، كلشي تخلع. يا ربي شنو واقع، شنو طاري؟ شويه وانا نقول ليه عافاك صوني على عمتي، واش هو تما؟ دويت معاها، الو عمتي لاباس بخير، واش بابا عندك؟ اه ها هو راه عندنا وما غاديش يجي، وداك العقد راك ما غاديش ديريه، وراه قلتها لك. علاش عمتي؟ غادي تقطع لي التليفون. انا في هذه اللحظه بديت غير تنبكي. جا الخطيب عندي، مالكي مالكي كتبكي؟ لا راه بابا عند عمتي شادينو، واخا انا غادي نمشي عندهم نشوف شنو واقع. مشى لعندهم، بالي حتى هو تعطل، تنصوني ليه وتيطفي عليا. واحد شويه قال لي صبري تنعيط لك من بعد. قلت له الله يرحم لك الوالدي ما بغيت والو، غير حط التليفون هو بارليغ نسمع شنو كيتقال. وهنا غادي تكون الطامه الكبرى، غادي نسمع عمتي كتقول الخطيب ديالي اصلا الباهره ما باغيش هاد الزواج، وباغي بنته تخدم عليه وخاصها تعوضه، وحتى حنا ما بغيناش هاد الزواج، والبنت باقا صغيره. سال الله يسهل عليكم شوفوا شي بنت وحده اخرى. بقيت كنبكي وكنغوت لربي اللي خلقني، سخفت طحت ما عقلتش على راسي حتى فقت. غادي يجي عندي السيد وقال لي خلي السيمانه تفوت وغادي نحاولوا اننا نهدنوا الاوضاع ونقلبوا على باك، حيت ما لقيناش عند عمتك، وان شاء الله غادي تحل الاوضاع ونديروا العقد ديالنا. وانا في ديك النفسيه وفي ديك الحاله تنمشي كنخدم من 8 ديال الصباح حتى ل 10 11 ديال الليل على حساب. داز اسبوع بابا باقي غابر ليه الاثار، ما تيرجعش كاع للدار، غير هو غادي يدوز هذا الاسبوع غادي يجي ويبقى علينا هاد الزواج ما منوش وما بغيتوش وما كمزروب عليه. انا ما زرناش على الزواج، راه السيد الله يعمرها سلعه وعطيتيه الهضره وقلتي ليه دير الدار ودارها، واللي قلتيها ليه مشى تيجري يديرها. تخيلوا ديك الوقيته مشينا اتتنا الدار وشرينا البيت اللي كنت انا باغا وفلو اللي كنت انا باغا وعاجبني، وشرينا الثلاجه والصالون الدار كلها اتتناها من اولها لاخرها. واحد الحاجة زوينة كانت كتعجبني في هذا الخطيب، أننا كنا كندخلوا للدار غير بزوج، كان اتتوها عمرو ما قلل عليا الحياة ولا قلل عليا الاحترام، ولا قال لي غير أجي نشد لك في يديك ولا سلم عليا حتى بوجهه. إنسان ملائكي، كنت نشوفه أنا ذاك بلي أنه ربي منزلوا لي من السماء، ظريف ومخلق ومحترم. المهم هي هذيك، بقى عليا مالك بغا تزوجي، مالك بغا تطيري، وشي هضور اللي عماماتي حرشوا فيهم مزيان وماشي ديولو. دخلنا غير في الصداع وفي المشاكل، لدرجة انه كل مرة تيجي تضربني، لدرجة انه بغى يوقفني من المكتبة ما نخدمش فيها. انت راكي خدامة غير في الدار صافي، جلسي راكي مديورة غير التمارة والشقة. وحنا ولادو كنا من النوع اللي واخا يدير لينا اللي دار ما كنردوش على بابا الهضرة. خويا في ديك اللحظة كان كيتريني البوكس، وتبارك الله عليه شحال صحيح وعلى قدو. بابا واحد النهار غادي يهز التشيو وبدا كيعطيه، والله العظيم الا خويا ما حاول حتى يحمي راسو وبقى مستحمل. كانت تضرب بينا المثل في العائله بالهدوء ديالنا والتربيه ديالنا، فلان هو اللي عنده الاولاد تبارك الله غير الذريه الصالحه. ورغم هذا الشيء كان بابا متسلط وما تيشوفش هاد الامور اللي كانوا تيبانوا لكاع الناس، وما حمدش ربي علينا. كان كيحقر على ماما بزاف، واخا كانت درويشه ما تقدرش تهضر ولا تدافع على راسها، واخا ما تكونش غلطه خاصها تسكت. المهم دوك الايام كدهم علينا، وداك السيد كان تيهضر معايا غير مره. من بعد ولا عندي تليفون وساق ليه الخبار بابا، وكنت كنبين ليه بلي انني ما تندويش مع داك الخطيب، وكنت كنحاول انني نمسح كل شيء. واحد النهار غادي تعرضنا العائله ديال الخطيب ديالي، قلنا ليه يلا تمشي معنا، لا غير سيروا نتوما، انا من الصدفه غادي ننسى التليفون ديالي في الدار. مشينا كبروا بينا وما خلاو ما داروا على قبلنا. فيه هو بابا كبنتي، بابا راه خدام، قال لي خطيبي انا غادي نمشي دابا نجيبو من الخدمه يتعشى معنا. لا 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 فلان غير بقى، حشمت نقول ليه لا راه غير في الدار، وما بقاش يجي. هما زعما داروا لنا ديك العراضه باش انا القلوب تصفى والامور تكون مزيانه. المهم سالينا وحنا راجعين في حالنا، غادي نقول لماما راني نسيت التليفون ديالي في الدار، وبابا راه كاين تما وراه ما فيهش الكود، حيت هو كان مانع عليا انه يدار الكود لانه كان تيقلبوا ليا كل مره. راني خايفه ماما لا بابا يمشي للمكالمات ويلقاني تندوي مع فلان. قالت لي لا لا راه ما يمكنش يدير هذا الشيء، ويلي على كاع هو متصلت لهاد الدرجه.
غير انا دخلت ومع الاحساس ديالي غادي نلقى تليفوني شاعل فيه الضو ودخل ناس. هزيت التليفون ديالي لقيته مبقشش مزيان، جبد المكالمات والارشيفات مع كان داير ليا واحد لابليكاسيون اللي كتسجل فيها كلشي وشنو كندير في التليفون. المهم داكشي ديال البوليس، وهنا عرفت بلي انه غدا يوم في الجحيم، وماشي غير يوم ولكن ايام في الجحيم. لا غدلي جا من الخدمه وبقى عليا رديتيني ضحكانتي يا امك والسيد كتعرفيه من شحال هادي وكتقيلي كدوي معاه وكيصون عليك وعلم الله شنو كتقولوا، ورديتوني ضحكه ما بيناتكم انا السيد ما كمل حتى 4 شهور باش انني عرفته وخطبني. عرفتي شنو غادي ندير؟ غادي نخلي لكم الدار وغادي نمشي في حالتي. جمع صاكو ومشى. ويلي بقينا غير مصدومين. وفي ذاك النهار كان باقي الشهر شي 3 ايام للكرا باش انه يتخلص هو والمودو، هو اللي مكلف بهادشي. كان مصدومين، سمكي انا وماما وخوتي، اختي الصغيره انا داك كانت باقا صغيره، كانت كتخشى من تحت المنطه وكتبقى كتبكي، وكنقول ليها صافي ما تخلعيش راه ما كاين والو. هي هذيك مشى. لا غد ليه غادي يمشي للبنكه فين تيخدم الخطيب ديالي، ودار ليه واحد مولاتي الشوها، بدا كيهددو والله ما تعطيها التسع والله ما تفرق عليها والله تندير ليك ونفعل ليك ونترك ليك، وجمع عليه الناس والجوقه. داك الخطيب جا سيسوني ليا، صوفيا راه باك جا لعندي وهاش نطره وهاش نطره وهاش نطره، وراه جبد ليا الصداع والمشاكل، واش ضباك مريض؟ ماشي هادشي علاش اتفقنا. وحنا انا داك صافي حددنا الموعد نتاع الزواج وكرينا التكاشط والعائله ديال ماما معلومه والصحاب كذلك، وداري مكموله وعندي ساروت كنمشي ليها. بقيت عليه غير بلاتي يا فلان راه كلشي غيدي يتقاد، قال ليا والا بنقص من هادشي كله، دار ليا الشوهه وفعل ليا وانا هادي وانا هادي. العشيه غادي تصوني ليا الام ديالو وغادي تقول ليا شوفي يا بنتي ربك جا لعند راجلي وما خلالوش، قول لولدك يعطي التسع لولدي وراه ما خلاليش، وراه بنتي ما باغيهاش تزوج وباقا صغيره. سمعي يا بنتي صوفيا، انت راكي عاجباني بزاف وعزيزه عليا ودخلتي لي لخاطري، انت يا امك، ولاني ولدي راه ناضوا لي مشاكل في الخدمه وانا حاليا راني ما حاساش براسي مزيان نهائيا. شديت فراسي وقلت الله يا ربي الله، حتى قلت صافي تهنيت شنو غادي ندير. بلي غادي يصوني لي خطيبي ويقول لي امي راه طاح ليها السكر والطونسيون وديناها للسبيطار ودابا راه عاد دخلنا. في ديك الليله مازال غادي نشد الطاكسي انا وماما وخويا ومشينا لعندهم، لقينا امو في الفراش مجبده وبقينا كنهضروا. شرحت لهم بلي انا وعمتي حلفتها فيا، وعمتي كانت من داك النوع اللي لما بديت كان كبير وكنخدم كانوا كاملهم تيغيروا منا بزاف، وخا سبحان الله ما كانش عندنا وكانت الحاله ضعيفه، ولكن ديما كانوا حاطين علينا العين، اذا شريت غير صاك راه كيبقاو عليا من اين لك هذا، وكانوا كيقولوا لي ايوا صافي حتى ماما حتى هي دير نسيب وحتى هي وحتى هي. عييت ما نشرح لماما في ديك الليله وهي تقول لي اسمعي يا بنتي انا ما بغيتش الصداع ولا حتى المشاكل، وها هو حتى ولدي راه غلط في الحساب في البنكه وصدق خاصو يخلص 1.5 مليون من جيبو، ودابا تزير بالدار وبهادي وباك هو اللي شرطها عليه وشوفي شنو دار. وقعت روينه وقالت لي الله يجيب لك شي ولد الناس بنتي، وحتى هو الله يجيب لي شي بنت الناس، هادشي اللي نقدر نقول لك. فهاد الوقيته هذا هو كان القرار ديالها، اما هو مازال ما قال لي والو. وصلت للدار وانا محطمه، ومع ذلك كان عندي بصيص امل انها الامور خلي ترجع مزيان. لغد لي غادي يوصلني مساج من عند هذا الخطيب، ولكم ان تتخيلوا شنو كاتب لي فيه. بهروني شي شويه بالتوقعات ديالكم لتحت في التعليق، نتفرج نستمتع بالقراءه ديالهم. الجزء الاخير لهذه الحلقه تسناو غدا ان شاء الله في نفس التوقيت على نفس القناه. دمتم في رعايه الله وحفظه، نتلاقاو غدا ان شاء الله. سلام سلام.